السلام عليكم، معاك الدكتور محمود يوسف. هنتكلم النهارده عن ماده الاناليتيكال كيمستري، ودي الماده اللي انا هساعدكم فيها ان شاء الله السنه دي. هنبدا مع بعض نتكلم عن الكيمياء التحليليه. اخذنا فيها اول محاضره الدكتور فتوح، هنتكلم عن معنى الاول كلمه الاناليتيكال كيمستري. طبعا الورق اللي نزل في المكتبات اللي بتنزل ورقي، مكتبه الجامعه ومكتبه الصفوه، هم دول المسؤولين عن الورق بتاعنا ان شاء الله طول السنه. الورق اللي نزل كان عباره عن ورق انترودكشن بسيط، مش هو المنهج كله او مش هو المحاضره كلها، ده عباره عن انترودكشن بس. هنفتح يقولنا على الماده واحده واحده مع بعض عشان نبقى فاهمين كل حرف بيتقال ازاي. اهم حاجه في ماده الكيمياء التحليليه انك تكون فاهم كويس قوي عشان تعرف الامتحان تفكر عشان توصل للاجابه بسرعه. نبدا مع بعض. يعني ايه كلمه اناليتيكال كيمستري؟ كلمه اناليتيكال كيمستري معناها الكيمياء التحليليه. طيب يعني ايه كلمه الكيمياء التحليليه؟ لو انا عندي ماده اكس، الماده دي انا ما اعرفش عنها اي حاجه خالص، المفروض ان انا اعمل لها عمليه اسمها كومبليت اناليسيس. يعني ايه كلمه كومبليت اناليسيس يا دكتور؟ كلمه كومبليت اناليسيس معناها تحليل شامل بيشمل خطوتين. اول خطوه بنسميها كواليتاتيف اناليسيس، تاني خطوه بنسميها كوانتيتاتيف اناليسيس. طب يعني ايه كواليتاتيف ويعني ايه كوانتيتاتيف اناليسيس؟ ركزوا معايا وان شاء الله كل حاجه هنبص في الورق هنلاقيها ان شاء الله موجوده. الكواليتاتيف اناليسيس معناها ان انا بعرف نوع الماده، انما الكوانتيتيف اناليسيس ان انا اعرف كميه او تركيز الماده. يبقى ببساطه تاني، عندي ماده اكس ما اعرفش عنها اي حاجه خالص، المفروض علم الكيمياء التحليليه بيعمل لها حاجه اسمها كومبليت اناليسيس. اول حاجه يعرف لي نوع الماده هي ايه، تاني حاجه يعرف لي كميه او تركيز الماده هي ايه. ابسط مثال بنلاقيه عندنا في بيوتنا كلها وبنشوفه كتير هو تحليل السكر. السكر عباره عن مكون من مكونات الدم. انا عشان اعمل تحليل سكر ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بجيب نقطه الدم دي بنسميها السامبل او العينه بتاعتي. السامبل بحطها على شريط قياس السكر مع الجهاز. الشريط ده لما بحط عليه نقطه الدم اللي جواها مكونات كتيره قوي منها السكر، بيقرا كميه او تركيز السكر. يبقى عندي خطوتين، اول خطوه اللي اتعرف فيها الشريط على السكر بسميها كواليتاتيف اناليسيس، نقى السكر من مكونات الدم. تاني خطوه اللي اسلي فيها تركيز السكر جوه الدم، يبقى انا في تحليل السكر عملت حاجه اسمها كومبليت اناليسيس. كمان مره بالراحه، كومبليت اناليسيس معناها بعرف نوع الماده الاول وبعدين كميه او تركيز الماده. نوع المادة بيتعرف في تحليل السكر من شريط السكر نفسه. تركيز المادة بيقيسه الجهاز كمية السكر في الدم. يبقى أنا عندي نوعين من علم الأناليتيكال كيمستري، كواليتيتيف أناليسيس بيهتم بتعريف نوع المادة، وكوانتيتيتيف أناليسيس بيهتم بكمية أو تركيز المادة. تمام. من الورق عشان الناس ما تتوهش معايا برضو، بيبدأ تعريف كلمة أناليتيكال كيمستري. Analytical chemistry is the study of separation, identification, and quantification of the chemical components of natural and artificial materials. بالمناسبة عشان ناس كتيرة قوي اشتكت من الموضوع ده على الجروب وعلى جروبات كتيرة جدا، اللغة في البداية بتبقى صعبة جدا، وأنا عارف ده كويس، وكل الناس مرت باللي أنتوا فيه دلوقتي. محدش يأفر على نفسه، كده كده الموضوع بيبقى بسيط قدام، فمحدش يصعب الدنيا على نفسه. يعني إيه الكلام اللي أنا قلته ده؟ علم الكيمياء التحليلية هو دراسة فصل والتعرف على وحساب تركيز او كميه الكيميكال كومبوننتس اللي هي المواد الكيماويه. طبعا اي حاجه في حياتي هي كيمياء، يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن الامبورتنس بتاعت الاناليتيكال كيمستري، حاجه زي الاجريكلتشر مثلا، الناس اللي بتزرع الارض المفروض بتحلل التربه علشان تعرف ايه النوع المناسب للتربه دي. تاني حاجه الفود اندستري بيحللوا الاكل او بيحللوا الحاجات اللي هي المواد الغذائيه المصنعه عشان يعرفوا مكونات كل ماده وكميتها دي. الاير اناليسيس طبعا دي في الدول المتقدمه جدا، لما يجي مثلا في ملوثات في الهواء بيعملوا كواليتاتيف وكوانتيتيف اناليسيس فيعرفوا نوع المكلفات ايه ويعرفوا كميتها قد ايه. البلاد جلوكوز اند اذر ديزيز دي اللي تهمني في الموضوع هي ولا الثانيه. لسه قايلين البلاد جلوكوز بيعمل ايه؟ بنحسب نسبة الجلوكوز اللي هو السكر في الدم عن طريق كواليتيتيف وكوانتيتيف اناليسيس. طب ايه هو الكواليتي كنترول ديبارتمنت؟
كلمه كواليتي كنترول ديبارتمنت معناها ببساطه اي مصنع ادويه في الدنيا لازم يكون فيه قسم اسمه الكواليتي كنترول. الكواليتي كنترول عباره عن قسم بيعمل كواليتيتيف وكوانتيتيف اناليسز، يعني كومبليت اناليسز زي ما قلنا قبل كده، لاي دواء بيطلع عشان يتاكد ان الماده الفعاله موجوده وتركيزها مظبوط زي ما هو. اللي يهمني في كل ده الكواليتيتيف والكوانتيتيف تعريفهم ايه. كواليتيتيف قلنا بعرف نوع الماده، يعني بعمل ايدنتيفيكيشن للاليمنتس والايونز والكومباوند بريزنت ان اسامبل اللي موجوده في العينه اللي هتجيلي في المعمل. كوانتيتيف اناليسيس ديترمينيشن اوف هاو ماتش، يعني كميه وان اور مور كونستيتوانت از بريزنت. حلو الكلام تمام. طبعا بدا دكتور فتوح معانا بتعريف الاتوم وحاجه اسمها ساينتست اتوميك ثيوري اللي هو نظريات العلماء في تركيب الذره. اول عالم عندي هو ديموكريتس، اسمه ديموكريتس، ذا فيرست بيرسون تو ديسكفر ايديا اوف اتوم. الراجل ده كل اللي عمله عشان الناس تبقى فاهمه برده، جاب جزء تشيز يعني جبنه وفضل يكسر فيه لأجزاء أقل في الحجم. كل ما يكسر لجزء يوصل لأجزاء أقل لغاية ما وصل لحاجات صغيرة جدا مش قادر حتى يشوفها بعين، محتاجة ميكروسكوب عشان يوصل لها. طيب الحاجات دي سماها أتوموس. طب يعني إيه كلمة أتوموس؟ كلمة أتوموس معناها indivisible. يعني إيه indivisible؟ يعني حاجات ما ينفعش تتجزأ اصغر من كده. تاني، في عالم اسمه ديموكريتس جاب حته جبنه وقعد يقطعها لحاجات اصغر منها لغايه ما وصل للفتافيت اللي هي الصغيره قوي اللي ما ينفعش تشوفها بعينك على طول، دي لازم تقرب لها عشان تشوفها. سمى الاجزاء الصغيره دي اتوموس. كلمه اتوموس معناها انديفيزبل. يعني ايه انديفيزبل؟ يعني حاجه ما ينفعش تتجزا لحاجات اصغر او اقل منها. جه بعد كده العالم اللي هو اسمه ديموكريتس ده برده قال لي حاجه كمان، بيقول لي انها من الخواص بتاعتها انها دايما ديفرنت في حاجتين، السايز والشيب. دايما لو انا جبت حته نحاس مثلا وكسرتها زي ما الراجل ديموكريتس ده كسرها هيوصل لشكل معين او اجزاء معينه باحجام معينه من الاتوموس اللي هو قال عليها. انما لو جبت حاجه زي الخشب اكيد هيطلع الشكل والايه والحجم مختلف. العالم الثاني عندي، يبقى كده اول عالم عندنا كان اسمه ايه دكاتره، اسمه ديموكريتس تمام. العالم الثاني اسمه ارسطو بس بيتنطق ارسطوتل. الراجل ده اتكلم عن ايه؟ قال لك ان المطر از انفينيتي ديفايدد. ذا ماتر از انفينيتي ديفايدد، يعني دايما قال ان اي ماده ممكن تتجزأ لحاجات اصغر منها ايا كان نوعها. طبعا الراجل ده من الناس اللي اعترفت ان ما عنديش حاجه اسمها اتوم اصلا. ده مين؟ ده العالم ارسطو. يبقى اول عالم كان اسمه ديموكريتس، الراجل ده كسر الاجزاء بتاعه الجبنه لغايه حاجات اصغر سماها اتوموس يعني انديفيزبل، قال انها مختلفه في السايز وفي الشيء. ارسطو قال ان في حاجه اسمها انفينيتي ديفيجن، يعني دايما مفيش وصول للاتوم، مفيش حاجه اصغر ما ينفعش تتجزأ. يعني ارسطو عكس ديموكريتس عشان نسهل الدنيا. رقم ثلاثة، العالم الثالث المشهور جدا اللي هنقف عنده النهارده اسمه جون دالتون. مين بقى جون دالتون وايه قصته؟ ما تخافوش الحاجات دي كلها هتتجمع في الاخر في دقيقه واحده بس. مين جون دالتون ده وقال ايه؟ الراجل جون دالتون ده الوحيد اللي بدا يتكلم عن حاجه اسمها سمولر structural and functional unit. تاني، جون دالتون اول كلمه عرف بيها الاتوم قال انها smaller structural and functional unit. يعني ايه smaller structural and functional unit؟ structural يعني ايه؟ يعني تركيب، يعني اصغر جزء في تركيب اي ماده في الدنيا هو الاتوم. طب ده سمولر، يعني ايه فانكشنال؟ فانكشنال يعني تقدر تدخل في حاجه هنسميها الرياكشنز اللي هي التفاعلات. تاني بالراحه، جون دالتون عمل ايه؟
قال اول حاجه ان في حاجه اسمها اتوم، يبقى الراجل ده زي ديموكريتس، زي ما ديموكريتس قال ان في اتوموس برضو جون دالتون قال ان في اتوم يعني في ذره. ايه هي الذره يا عم جون دالتون؟ سمولر ستراكشرال اند فانكشنال يونت، اصغر جزء، طبعا هي سمولست، اصغر جزء في تركيب ووظيفه الاتوم او الماده اللي هي الاتوم. فانكشنال قلنا معناها انها تدخل في ايه؟ تدخل في تفاعلات. حلو كده. قال ايه تاني الراجل ده؟ قال حاجه مهمه جدا، قال ان الاتوم حاجه نيوترال، يعني الموجب بيساوي السالب فيه. حلو قوي، بس غلط غلطه كبيره جدا. قال ان الاتوم حاجه ايه؟ سوليد. هل يا جماعه الذره حاجه سوليد؟ يعني حاجه مصمطه عامله زي كوره كده مقفوله ما فيهاش اي فراغ؟ الكلام ده طبعا غلط. يبقى الغلطه الوحيده لكلام جون دالتون انه قال انها ماده ايه؟ ماده سوليد. طيب قال كلام صح تاني، قال ان الماده زي الاتوم طبعا لغايه الفتره بتاعته على قد ما العلم وصل فيها، الاتوم دي ما كانتش تنفع تتجزأ. ده كلام مين؟ ديموكريتس. وقال ان الاتوم دي ما ينفعش ديسترويد يعني تتدمر. طبعا الكلام ده دلوقتي اثبت عكسه خالص. تمام، يبقى تاني ببساطه جون دالتون قال ان الاتوم هي ذا سمولست ستراكشرال اند فانكشنال يونت، ستراكشرال يعني التركيب، اصغر جزء في تركيب اي ماده، فانكشنال يعني وظيفه الاتوم اللي هي الرياكشنز اللي هناخدها بعدين. قال ان الاتوم دي ماده نيوترال، الموجب فيها قد السالب. قال ان الاتوم سوليد، ودي الغلطه الوحيده زي ما هنقول بعدين. وقال ان الاتوم كانوت بي ديفايدد، يعني ما ينفعش تتقسم لحاجه اصغر منها، وكانوت بي ديسترويد، يعني ما ينفعش تتدمر. هنوقف لغايه كده، وان شاء الله موعدنا هتنزل النهارده على الجروب، والورق الاساسي بتاع المحاضره هيبدا ينزل من اول بكره. الورق ده يا جماعه هنأكد تاني اهو، عباره عن تفتيح للماده مش اكتر. الورق ده اللي نزل مكتبه الجامعه، مكتبه الصفوه، تفتيح للماده مش اكتر، وان شاء الله الورق الاساسي هيبدا ينزل من اول بكره. موعدنا هتنزل ان شاء الله قريب، ومحدش يقلق من الموضوع، الكليه سهله، محدش يخاف. كده كده كل الناس كانت متوتره في الاول، وكل الناس كان عندها نفس القلق اللي عندك. فان شاء الله ماده التحليه ماده محتاجه فهم كويس، تابعوا معانا ان شاء الله. اشوفكم على خير.